باش تسمعوا هاد الشياتين على من يدافعوا. عمرهم ما دافعوا على واحد زوالي، عمرهم ما دافعوا على واحد محقور، عمرهم ما دافعوا على جندي مقهور، عمرهم ما تكلموا على كبران ولا سيرجنت على جدرميه يعاني من الشرفاء من الجدرميه خاوتنا، عمرهم ما تكلموا عليهم، عمرهم ما دافعوا عليهم، عمرهم ما تكلموا على الحراقه ودافعوا عليهم، عمرهم ما انتقدوا النظام. يتكلم لك فقط على الشتاء ويضرب الشتاء البرلمانيات، واحد ما سمع به يشيط باطل. كانوا يقولوا لك على تتكلم على اولادهم وعلى تتكلم على بناتهم. ها ولا سعيد طبعا كيقولوا بوتفليقه قال قول سعيد، السعيد تلمولي كثر عليه الضغط ولا بريسيون، كثر عليه الضغط ولا بريسيون، واش دار؟ روح دار هذاك الارتيكل اللي عطاه للنهار وعطاه للجماعه باللي باه نراقبوا ابناء المسؤولين. يعني ما قدروش ينكروا باللي يقولوا ولاد المسؤولين ما داروش، ما قدروش يقولوا باللي بنات المسؤولين ما داروش، فيما ان بعض الشياطين كانوا يجوا يدافعوا على بنات المسؤولين، يقول لك علاه تكتب على بنت فلان وعلاه تكتب على مرت فلان وعلاه تكتب على ولد فلان. اش ربحتوا؟ واش ربحتوا؟ مشيته واش ربحتوا؟ ها راهو يعطاكم كف غيبه من الضغط لابريسيون اللي وقعت عليه، لانهم عارفين وخايفين مجمعه اللي في الخارج، خايفين مجمعه اللي في الخارج، خايفين مجمعه اللي في الخارج، لانهم عارفينهم باللي هذوك الناس ما ينجموش يسيطروا عليهم مادامهم برا، لان الاصوات الحق اللي في البلاد كاع مساكين دكوهم في الحبس، كاع اللي يتكلم ولا يقول كلمه دكوهم في الحبس. فهمتوا ولا ما فهمتوش خاوتي؟ وعلى هذا رانا احنا مواصلين، سواء سعيد قال لهم بلي نراقبوهم ما نراقبوهمش، احنا رانا مواصلين والضغط مستمر حتى نشوف ولادهم في المحاكم الجزائريه كما تحاكموا الزواوله، كما اللي تقبضوا عندها طرف تاع 20 ولا طرف تاع 10 ولا تقبضوا عندها جوان ولا كذا، تحاسبوهم كيفهم. نهار اللي نسيبوهم في المحاكم واقفين كيفهم كي الشعب، ثم نحبسوا عليكم الهضره. هذه النقطه الاولى. النقطه الاولى، هذا الناس اللي مسميين روحهم معارضه، معارضه تعرضوا واش وتدافعوا على من؟ تدافعوا على انفسكم وعلى الاحزاب تاعكم وعلى الشكاره باش تدخلوها جيبكم، عمركم ما دافعتوا على الزواوله. الشعب واش خاصه؟ الشعب خاصه لينقل المعاناه تاعه للسلطه، على هذه العصابات تاع الحكم، هذا واش خاصه الشعب. عمركم ما دافعتوا على الجنود اللي مساكين راهم مقهورين، عمركم ما دافعتوا على الجنود مساكين اللي زادوا لهم 4 سنين والجنود مساكين راهم يسوفروا، سواء في الصحاري سواء في الغابات سواء في الجبال، سلم لي البيرميسيون باه يروح يشوف واديه، الخلصه اللي يعطوها لهم. عمركم ما تكلمتوا ولا دافعتوا عليهم، عمركم ما دافعتوا على المعطوبين، هذو ثاني من الشعب اللي راكم معارضه، دافعوا على هذ الناس ثاني، لانهم هذو من الشعب. وتقول له علاه تبعث وزير الداخليه؟ يقول علاه تبعث الامير غادي يحق معاكم، لان هذ الناس ما صابوش وين يخرجوا الاحتقان اللي عندهم الداخل، ما لقاوش وين، لقاو هذه الصفحه اللي هي متنفس الشعب جميعا وين ما كانوا. نوصل الصوت تاع خاوتي اينما كانوا. عمركم ما دفعتوا على حارس الحدود والمعاناه تاعهم؟ ما تعرفوش المعاناه تاعهم اللي يعانوها، لانكم ما راكمش مختلطين بالشعب، راكم مختاركم اللقاءات تاعكم وداك الشيء راكم ديروا فيه في مزافرون في الشيراطون وفي كذا وكذا، وتدوا في الشكاره وديروا في لي زافير، ما على بالكمش الناس راهي تعاني، على بالكمش بلي نتوما الاحتقان اللي راه عند الجدرميه اكثر من عند الشعب، ما على بالكمش بلي الجدرميه اللي يخدموا في كليب ديبا مشبعينهم ترخاص ويعانوا هما الاخرين. في مزك انت الجدرميه عجبته؟ الجدرميه عجبته الخبزه كيما هاك، كون عجبته ما يبعث ليش وما يقولش ديما عقابهم، ما يقولكش رانا معاك وما يقولكش. عطيتكم مثال البارح ونعاودها لكم اليوم، المثال انا عطيتكم غير مثال بسيط اللي هو ابن صادق بوكطايا تاع الافلان، كان في سيدي فرج مع العشيقه تاعه، طاحوا عليه زوج فرقونه تاع جدرميه، بغاو يفتشوا راه كاين الرابط، تبغي تشوف دير ابن صادق بوكطايا في جوجل وتشوف من الخبر ديريكت. إما لا ضرب 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 جدرمي بزلي ضربه بدماغ، الكاسكيطه تاعها طارت وما قدرش مسكين جدرمي يشتكى به وطلقوه براءه، مع ان القانون تاع 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 بوتفليقه يقول باللي اهانه موظف اثناء اداء مهامه يعاقب عليها السجن بالسجن لمده من 6 شهور الى سنه، بصح هذوك ما يتعاقبوش،
الجدار مي ما تبغوش تحرك فيه من الداخل، ما تغيضوش عمره، علاش راه قاعد ثم، علاش راه قاعد صابر حامل هذاك الشيء. بس كله غالب، لا غالب هذيك خبزته، صبرها راه صابر لها، شو وين وصل وصابر لها، وصلت وصلتها لنفسها هو الشخص يعني، وراه صابر، وراه المعارضه ما تتكلم على ذا الناس، وراه المعارضه اللي توقف في ضد، تساند الجدارمي اللي المحقور وتوقف ضد ابناء هذ المسؤولين، وراهم حوسوا على تشيبا هذاك، وراه المعارضه اللي وقفت مع المعطوبين اللي خرجوا وقمعوهم، هذوك ما تهدروش عليهم، على هذوك ما يهموكمش، ونهار اللي يقمعوكم تقولوا اه كذا وكذا، خاطش علاه انتم ثاني ما ساندتوهمش وما وقفتوش في كتافهم. كل ما يريده النظام تسب الجدارمي وتسب كذا وتسب كذا، ومن بعد ينحازوا الاخرين في الطرف تاع النظام، والنظام رابع في لافير. هذا واش يحب النظام، ندخلوا في بعضنا البعض. لازم تفهم بلي العسكري خوك والجدارمي خوك، ونهار اللي يتحد العسكري والشعبي والجدارمي والبوليسي ما يحتاجوش الوقفة وما يحتاجوش المسيرة وما يحتاجوا، كي يشوف هالنظام يفهم روحه ويرفع كابته، يفهم وحده، يعرف بلي ما يغامرش، يعرف بلي لو كان يغامر غادي يسقط سقوط حر، يرفع كابته ويعطيها. هذه التوعية، هذه التوعية هي التي يخشاها النظام. انت في ميزك كي راح سعيد يملي عليهم بالتليفون ويقول لهم واش تقولوا واش ما تقولوش، وكتبوا بلي غادي نبداو نحاسبوا في ولاد السراقين، حتى امنت بلي غادي يحاسبوا ولاد السراقين؟ هذاك جسر النبض، وهذاك امتصاص الغضب، امتصاص غضب الشارع، ولن يفلح، لان الشعب فاقكم باللي تهضروا وتكتبوا برك. هذا كي يحسوا باللي الشماخ وصلهم، كيما يحسوا كيما قال لك او يحيى، قال لك الموس الحق العظم، حسوا باللي الموس الحق العظم صح، باش راحوا يديروا في هذاك الخطاب تاعهم، لانها قبل هذا الخطاب سبقه الخطاب، قبل هذا الكتابه سبقه الخطاب تاع بدوي المره الاولى اللي قال بلي كذا وراهم نديروا عليهم تحقيقات، ومن بعد يخرج خرجه واحده اخرى بدوي ويقول بلي ما قدروش يخرجوا الشعب، راهم يحوسوا يدمروا علينا العسكر. هذا يعني يقول لك يديروا خطابات ضاله، والخطابات ضاله يقصدوا بها الفيديوهات اللايف، ومن بعد ما صابوا ما استقتلهمش راحوا يكتبوا لنا بلي باغي نحاسبوهم. نهار اللي نسيب انا يا ولد الجنرال كمال عبد الرحمن اللي عنده كاع المحلات في باب متجر تاع باب الزوار، نصيبه واقف امام المحاكم ويسالوا فيه مين جاب الدراهم، نهار اللي نسيب سينا وخلدون ولد شاكيب خليل واقفين في البرة، نهار اللي تجيبوا ريم بتسلل وتوقفوها في البرة، نهار اللي تروحوا تجيبوا بوشوارب وتوقفوا في البرة، نهار اللي توقفوا وتقدور في البرة، وقفوهم في البرة كيما توقفوا زواولة، وقفوهم في البرة كيما توقفوا في الزاولة، زواولة نحبسوا عليكم، نعرفكم صح بلي راكم تخدموا، نعرفكم بلي صح راكم تحوسوا تتسقسوا في الشعب، علاش راك تحرق؟ واش خليتوله؟ واش خليتوله؟ شعبي مسكين عنده 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 تواصيري في 2 متر، يبيع بزنس، يبيع السيكان، ولا واحد يبيع السيواك، واحد كل واحد واش يبيع، حاطه في الطريق تالبوفي، شفتوه هذاك باللي راه يخدم بطريقه غير قانونيه، بصح الشكاره اللي خرجت بطريقه غير قانونيه ما شفتوهاش، الاموال تحدد اللي راه يدي فيها الشكاره تحدد، مش الاراضي اللي هم ينهبوا فيها ما شفتوهاش، النفيخ تاع البناوات، ودرتوا على اساس عندكم مصانع، عندكم مصانع وتدوا في الاموال تاع تدوا في الاموال من البنوك على اساس بلي باغي ديروا مصانع تاع السيارات، وتدوا في الاموال وتنسفوا في البنوات، هذيك ما شفتوهاش، ما تفتحوش عليها تحقيق، شفتوا انتم غير الزوالي اللي عندها طابله تاع دخان، ولا واحد يبيع وما يخلصش لي زامبو، حط تواصيري ما عندهاش حتى محل، وقال ما عندكش لي زامبو، عندها تواصيري فيه 2 متر. هذا هو هذا هو الشعب، هذه هي الجزائر العميقه، هذه هي الجزائر العميقة. الجندي والكابران ما شفتوش بلي مسكين الداخل، الداخل زرعتوا فيه اليأس، اليأس زرعتوه، يسألك واحد يقول لك ما هي أسباب ظاهرة الظاهرة تاع الحرقة واش أسباب تاعها، لأن الجزائري مواطن جزائري لي أنا واحد منهم اللي خرجت حراك، الجزائري كيف فقد الأمل ودخل فيه اليأس الداخل وفقد الأمل، صاي ما عندهاش افونير، ما كان لا زواج لا دار لا دوار، ما عندهاش حل، يقول لك انا نروح راح المجهول، قصد المجهول، تجيب ولا تخيب، ماهوش عارف مسكين لي غادي ينجح ولا ما غاديش ينجح، المهم يقول لك انا نروح نبدل جره بجره،
السؤال تاع سي عيسى، عيسى حركي، هل أنت محامي الدرك؟ الجيش ما عندك، ما عنده، ما دخلك فيه، وشكون وراءك؟ من منين يجيك الوحي؟ هذا ليس وحي يا غبي. العسكري خويا، ولو كانوا أشباه الرجال أمثالك يدافعوا عليه ما تكلمنا نحن. العسكري لو كان يطالب بالحقوق تاعه يدوه للتريبينال، العسكري لو كان يتنفس يدوه يضربه بكنزينة. ربما أنت ما تعرفش هذا الأمر، أو راك جاي تضرب في الشتاء. العسكري لا يحتاج إلى تعليقك، لأن العسكري مسكين يحوس شكون اللي يوصل الصوت تاعه، بما أنه ما يقدرش، الله غالب. العسكري راه يعاني أكثر من الشعب. العسكري انت راك داير كراع فوق كراع وتاكل فيها في عند داركم. العسكري مسكين كي يروح مع العبله لا يولي يشوف مهمته ولا ما يشوفهاش، وانت قاعد متخبي. هذا الناس اللي احنا نحسوا بهم، وعلى بالنا واش كاين، على بالنا واش كاين قاعد داخل المؤسسه العسكريه او المؤسسه الامنيه او في فرق الدرك الوطني، على بالنا قاع واش راهي دور تما، وعلى بالنا الاحتقان اللي عندهم، وعلى بالنا خاوتنا كي راهي تعاني، وعلى بالنا خاوتنا مساكن كي راهي تاكل في خبزه مره، خبزه مره. روح شوف عندك كليب ديبا كيفاش راهم يعانوا خاوتك الجدرميه اللي في الكليب ديبا. روح شوف عند الباب تاع كليب ديبا اللي الجدرميه اللي ثم المعاناه اللي عانوها. يدخل مسؤول، يدخل غير واحد يكون يجيبوا جدرمي جديد عند كليب ديبا يخدم ثم، ويدخل واحد فاميليا تاع مسؤول وما يعرفهش مسكين ويبغي يخدم خدمته، كان هنا وراح، كان هنا وراح. وهما يبغوا ينفخوا رواحهم، هما ماشي يقولوا بلي هذا راه خدام خبزه، ما يحترموش نفسهم كما في الخارج. في الخارج يحترم البوليس ويعرف بلي يخدمه ويخليه يخدم خدمته. حنا تاعنا يبغوا يحاسب رواحهم، يبغوا يعيشوا عيشه الملوك، عيشه الملوك. وعلى من يسترجلوا؟ يسترجلوا على الزوال المساكين، يسترجلوا على الزوال. واحد مسكين راح جا كابرا ولا 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 ولا, ولا, ولا سرجة. واش هذا مسكين واش عنده؟ واش سخي تروح تفتش في الكابيتال تاعه واش غادي تلقى؟ واش غادي تلقى انت عند جندي ولا عند كابرا؟ واش راح تلقى عنده كابيتال؟ غادي تلقى عندها، تلقى عندها انت هذا كسب لي مليار. ها مسكين غادي 15 عام، هذه اللي كانت قبل كان دو ميروترات نصف تقاعد، كان يخرج ب 15 عام، ضروك زادوا لها 4 سنين، لانه عارفين بلي ما غاديش، ما كاش اللي يتكلم عليه، قاد يديروها لها 100 عام، بلي ما كاش الناس اللي تتكلم عليهم ساكن هذوك زواوله. انت شفت واحد لاباس عليه جندي؟ انت شفت واحد لاباس عليه كابرا ولا سيرجون ولا جودان؟ وين شفت انت؟ وري لي وين شفت هذا انت، خاصه في صف الضباط وصف الجنود اللي عنده كابيتال مسكين. كي تكمل، كي يكمل هذيك نصف التقاعد تاعو ويخرج، غتخلص عليه بحاله تاع كوزميتيك ولا شونتي. هذه اغلب 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 الناس اللي تخرج في نصف التقاعد تاع الجيش غادي حدهم ساكن دايرين حاله تاع كوزميتيك وفيه فليكسي وراه مسكين. شحال شحال يدخل بهذا المليار؟ خليتو نتوما اللي راهم ينهبوا في دراهم الشعب، لي جينيرو، لي جينيرو كبار الضباط اللي راهم يدوا في الشكاره، خليتوهم وتعس في جندي وتعس في كابران. شفتوا وراه علاه راهم، علاه راهم يروسوا فينا؟ لاننا خلونا ندورو غير في بلاصتنا، خلونا نعسو غير بعضنا البعض. هما عايشين لاباس لانهم ما لقاوش الرجال، ما لقاوش الرجال اللي يتكلموا، صابوا الشياطين اكثر من الرجال. على هذا النظام راه يزيد ويزيد ويزيد يتمادى. وراهم الناس اللي كانوا يقولوا لي باللي انت كنت تتكلم على فوزيه ومش يحق عليك، وهذه امراه شريفه وخرجت لها العرض تاعها، وهي لا عرض لا والو، نتحداها تحط صوره واحده مع السيد اللي حطيتها معاه، هذاك اسمه قويد الرماش، المدير النقل اللي وقفوه، اللي وقفوه لاسباب اخلاقيه. نتحداها تحط صوره واحده معاه في عرس، في عرسها ولا في الفاتحه تاعها، ولا نتحداها بعيد عن الصور اللي حطيتها انايا تاع الفضائح، نتحداها تحط صورة واحدة ما عندهاش. بعيدا عن هذا، زدت حطيت لهذوك حاشاكم المرخص اللي كانوا اللي يحسوا في الرونجات ويقارعوا كاش ولاد 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 لي جينيرو يبعثوا لهم 5 باوند و10 باوند في الانجليز، واللي كانوا يشكموا كذا وكذا، زدت خبطتهم بصفعه اخرى بهذيك التسجيل الصوتي حتى نبين لهم باللي الخامجات العاهرات الفاسقات راهم يتكلموا باسم الشعب في البرلمان. كون جاو يتكلموا باسم الشعب في الشارع ما نقولوش، راهم يتكلموا باسم الشعب في البرلمان. هذا هو البرلمان تاع بوتفليقه، وبالتطياح وبالكلام الكبير اللي انا حشمت بان نحطه، ترددت، ولكن بالسيف عليا كاعلامي نوصل الحقيقه. هذه هي اعلامي عن طريق الفيسبوك
نوصل الحقيقة للشعب حتى يعرف الناس شكون هذا الناس، حقيقتهم من يكونون هذا الناس. قولها تقول ماشي انا، ولا تقولها تكذب، خاطر غادي كي تكذب غادي نزيد، هي تكذب من وانا نزيد من، انا ما نحبش. بغات تجي تشكي لباريس وقالت نروح نشتكي، مرحبا مرحبا، انا كي نبغي ندير حاجه ما نقعدش انا هاي 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 هاي، حط ديريكت ديريكت وديروا اللي تبغوا، ديروا واش تحبوا. هذه هي اللي بغيت نقولها لخوتي. اما عن هذاك اللي نشروا الموقع تاع اصوات مغاربيه على حول بوتفليقه ومحاربه الفساد ومحاربه كذا وكذا وكذا، محاربه ولاد الرئيس الكبار كبار المسؤولين، هذاك انا مانيش ما رانيش صادر موافقه في ذاك الشيء، لانهم ما يديروش هذا الشيء، يحوسوا هما. انا بغيت نشرته في الصفحه تاعي عن طريق الموقع تاعهم، نشرته في الصفحه تاعي حتى مبين للناس باللي راهم يعترفوا باللي ولادهم فاسدين وسرقوا دراهم الشعب، باللي ولادهم راهم يتمتعوا بدراهم الشعب، هما اعتراف من عندهم ما قدروش ينكروا. بدلا من ان ينكروا راحوا كما قال لك زادوا فتحوا رواحهم. ها على هذا الشيء حطيت السيت هذاك في الصفحه باه الناس تزيد تتاكد باللي ولادهم سراقين، على بالنا باللي الجزائريين قاع يعرفوا باللي ولادهم سراقين، بصح حنا نحوسوا الاعتراف منهم ونحوسوا لهم يوقفوا في المحاكم كما يوقفوا الزواوله. يا اخي كيما راكم تدوا في الناس اللي يتكلم واللي يرفض ورقه واللي يرفض كذا واللي يرفض كذا، راكم جايبين عقابهم ودخلوا فيهم الحباس، هادو ثاني جيبوا شارعوا لهم وحاكموهم كيما الناس. ما تكتبها ليش انايا في ورقه، ما تكتبها ليش انا في 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 في, في جريده الكترونيه ولا في جريده مكتوبه. حاسبهم صح كيما تحاسب الناس. كاين الناس ما دارت والو راهي في الحبس تراما، كاين الناس ما سرقتش دينار واحد دينهم غلط ودامرينهم ومعتمدين وتغطوا ملف بملف، تبغوا تبلعوا دوسي تجيبوا واحد ما دار والو تبلعوا نعرفوا كاع السيستم كي راه يتمشى في المحاكم. روحوا حاسبوا مختاريه، حاسبوها وقولها روحي نحاسبك غادي نشارعوا لك كيفك الشعب، راكي قاضي وانت المثل، نضربوا بك المثل، ما تطيقوش ديروا تصوالح وتجي انا زعما بيت بتهفني وتقول لي بلي كذا وراني باين حاسب ولاد مسؤولين نحاسب والو. الريح في الشبك يهفوا في الشعب ويظلوا فيه، الشعب فاق سعيد. ما تقولوا بلي واش خصنا، تسقسوا في الشعب واش خصكم، الشعب الان ما خصو والو منكم، الشعب خصو حاجه، خصو امرين الشعب الجزائري. انا على بالي واش خص خاوتي في الجزائر، انا على بالي واش خص خاوتي في الجزائر، خصهم امرين وسهلين عليكم، سهلين ما همش حاجه صعيبه. الامر الاول رحيلكم، هذه حاجه سهله تنجموا ديروها، ما غاديش تتكلفكم اموال وتكلمكم امور، رحيلكم بعدونا هذه حاجه اللي خاص الشعب الجزائري. او حاجه ثانيه افتحوا لهم المطارات وقول لهم ربي سهل عليكم، افتحوا لهم المطارات والموانئ وربي سهل عليكم، جيبوا لهم فيزات ربي سهل عليكم، حلوا لهم بابير يا ربي سهل لي، ها البابير تاع البور ها المطارات ربي سهل عليكم، هذو اللي خاصهم هما. بس عبا تقعدوا في الوعود وصبروا وقضاء وانتخابات محلية وبدوا يقولهم بلي رانا مستهدفون، مستهدف بالفيسبوك واش من مستهدف، اكتب ما زلتوا راكم حاسبين الشعب هذا لا جينيراسيون، راكم حاسبينها جينيراسيون تاع با وتاع جدي مساكين اللي كنتو تهفوا فيهم مساكين، اللي كان عندهم غير التلفزيون تاع النشره تاع 8 هذيك تاعكم تاع اليتيمه وظلوا تحشوا لهم. هذا الشعب هذا مارق وراه عارف واش كاين، وعلى بالكم بلي راكم تخرطوا عليهم، والشعب صايد خل في مرحله الياس، هذه باه يكون على بالكم اللي راكم تفرجوا فيها مسؤولين ولا 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 الشكامين تاعهم اللي توصلوا لهم. المهم الشعب دخل في مرحله الياس، الهجره الغير شرعيه هذه اللي هي ضروك، والفلايك راهم يخرجوا كيما كورتاج، راهم خاصهم غير لي فيو دي تريس، غير لي كليون تاع هكا في الطريق لي فيو دي ستريس يضربوا ويخرجوا ب 60 واحده كورتاج. الناس هذو بلحقوا لهذه المرحله، سيدخلوا في مرحله الياس، دخلوا في مرحله الياس، ما همش يستناو منكم والو،
ما راهم يستناو منكم والو، هما على بالهم اللي ما يستناو منكم والو، صاي هذاك راه يتبان لهم غير القدام، غير القدام، وغادي تحاسبوا على كل جزائري مقهور، وغادي تحاسبوا على كل جزائري مات تحت الظلم تاعكم وتحت الحجرة تاعكم او غرق في البحر، او ما ننسوش المختطفين اللي ربي سبحانه وتعالى نحن بالك انتم ما تنسوا الله سبحانه وتعالى ما ينساش، او المختطفين اللي خطفتوهم ساكن من عند والديهم اللي ما لا ذنب لهم، اللي دار ربي سهل عليه، ولكن تكلموا على الابرياء، غادي تحاسبوا على الناس اللي المجازر اللي درتوهم في بن طلحه، غادي تحاسبوا على كل صغيره وكبيره عند الله سبحانه وتعالى. ما عندناش بزاف في الدنيا، كل واحد كما يقولوا عنده 10 ايام في الدنيا وتروح ليه، كي تروح ليه ما تنفع لا تاع ايادي خارجيه لا مشي ايادي خارجيه، ثم ما عندك ما تبرعط، والحمد لله اللي كاين الموت، والحمد لله اللي كاين الاخره، هذا هو الصح. المهم خاوتي ان شاء الله، انسان انا ما ننصحش خاوتي، وانا انسان ضد، انا كشخص انا ضد التظاهرات، لانني نعرف ونعلم باللي هذا النظام ارخص منه في العالم مكاش، ارخص من هذا النظام مكاش، والانسان الخواف تخاف منه، انسان الخواف تخاف منه، لان الخواف كيخاف يولي متهور ويولي يتعامل بطريقه جنونيه ويولي يدير اي حاجه نيمبورت كوا، يدير اي حاجه تجي في راسه يديرها، تخو يخرجوا مساكين يروح شكون يروحوا الزواوله اللي تغيظك واللي تيروحوا غير الزواوله مساكين الذين لا علاقه لهم، حكيمة بن طلحه وكيما غير الزواوله مساكين راح غير صحاب القرى والمداشر وهذوك اللي مساكين كانوا يروحوا بصفه بالمجازر الجماعيه، هذو هما اللي الحاجة اللي نبنو عليها هي الأخوة بين الجزائريين، قبايلي شاوي عربي مزابي نايلي تركي، مهم جزائريين، وخاصة بين خاوتنا اللي في الجيش، لأنهم خاوتكم اللي في الجيش رانا خاوة، هذوك خاوتكم ساكن ما دفعهم للمر إلا ما هو أمر واحد، والله العلي العظيم خاوتي واحد ما راه راضي بها، ولكن الظروف حتمت عليه، واحد ما راه راضي بها، الظروف حتمت عليه، اللي الله غالب، يعني هو راه مسكين جدارمي، حسب الجدارمي ماهوش مقهور، كاين جدارمي أنا جدارمي نعرفهم، كاين جدارمي تبع عنده 6 7 أخوات تبارك الله، مساكين قاع شادين الحيط، قاع شادين الحيط، هو الوحيد اللي ربما يشير لهم الدخان، هو الوحيد اللي يشير لهم الدخان، تبع عنده 5، هو اللي مش عارف كيفاش فات في الريكريتمون. في الريكريتمو هو فات وستة ولا خوتو راهم قاعدين شادين الحيط في الدرب، هما ثاني راهم اللهنا، هما ثاني راه عندهم احتقان ما تأمنش راسك، هما ثاني راهم يعانوا واحد المعاناة اقسم بالله، وتحتكوا بهم صح، تحتكوا بهم صح تغيظك عمرك، وقاعدين في الطريق مساكين، كاين اللي في البراجات ولاد الفاميليا، المرخص هذوك ما نهضرش عليهم لان المرخص كاين بارتو في الشعب وفي في 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 الجدرمية ولا في لابوليس، كاين بارتو المرخص سواء في الطرفين في العسكر ولا في الجيش ولا في الاخر، ولكن ولاد الفاميليا تسيبها واقف في البراج وقلبه دم، قلبه دم، قادر يطيح مع ولد مسؤول، قادر يطيح مع واحد يغلط غير يبغي يخدم خدمته، هو بالنسبه لي خدم خدمته غلط، مع ولد مسؤول يخدم خدم خدمته يعني غلط، يطيح مع ولد مسؤول قسما بالله العلي العظيم غير يخلص مسكين اللي دارها واللي ما دارهاش، يخلص الي روتور، هذ الناس ما هذ الناس هما اصلا يحتاجوا الحنان تاعنا احنا كخاوتهم، لانه هادو خاوتنا مهما كان راهم خاوتنا، احنا العدو تاع الجزائريين والجزائر كارض، هذا الناس راه يتسرق وتنهب، هذا الناس اللي ما بغاش انا يخالعني، انا حداد، انا ما تخليش كاع في راسي، هذا حداد، حداد يكسب ما يكسب، وراه خير يزيد باغي يدي هذه باغي يدخل في الاداري، وين راك رايح، وين راك رايح، انت قادر تعيش انت وتعيش تعيش 40 جيل من فاميلتك موراك، كوي راكم رايحين خلوا لهذا الشعب شويه خلوا له غير خلوا له غير ما يطرا يبيع فيها، ما خلي ما مساكين ما خلي ظلوا تجروا وراهم ودمدوا في التعليمات، يبان لكم خايفين هذا الشيء ما تكت لهم بالجوع، ومن بعد كان كيثور عليكم الشعب ويقلع لكم تقول لهم بلي ايوا راه يتصير فيكم انتم اللي راكم تضغطوا عليهم، هاد لا بريسيون راهي جايه من عندكم من الفوق، هاد لا بريسيون راهي جايه من الفوق،
المهم خاوتي اسمح لي قبل ما نقطع، شفت كنت بعثوا لي واحد الرابط على المغاربيه، كان اتصل بهم احمد صقلاب اللي راه الان، احمد صقلاب كان في السجون وقضيه تاع غردايه وضرب عامين تاع حبس وخرج من الحبس وما ضربش مده كبيره برا، ربما بالك واحد 4 شهور ولا 5 شهور لا اعلم اكزاكت شحال، وراح خرج راح على اليونان وراه الان باليونان، واتصل استضافته المغربيه عن طريق اتصال هاتفي وتكلم معاهم، مر رساله على كاين ناس في 2017 في جزائر العزة والكرامة وفي جزائر رفع راسك با وفي جزائر الألف مليار دولار وفي الجزائر اللي كل دورة تدي جوائز تاع تاع السلام وجزائر المصالحة والوئام والخرطي، في هذا الوقت كاين ناس راهي تحرق جثثهم في اليونان لان ما عندهمش الاموال باش يهبطوهم مساكن ويدفنوهم في البلاد. الجزائر المادة الثانية من الدستور تقول باللي الاسلام دين الدولة، ولكن هذا الاسلام دين الدولة ما يحترمش الميت وما يعرفش باللي اكرام الميت دفنه. الاموال اللي سمحتوا فيها الافارقة والعراق واليمن، أليس الأولى بها هم هذ الناس مساكن اللي هي تحرق في الخارج؟ تروح تدير السفارة، تروح للسفارة تاع اليونان، سفارة الجزائر في اليونان، تقول لها باللي باغي نهبطوا البلاد، يقول لهم شي أنا كنت لحرك وانت علاك ولا حالي سفارة في اليونان، واش الدور تاعها يا أخي؟ بالنسبة للسفارة على جال جالية، كما كان جالية وناس جزائريين في اليونان ما تحلوش توما سفارة، لازم تكفلوا بهذ الناس، هذا الناس مساكن الحراقه اللي هم ينحرقوا ذمة في فدية الغربه. هذه كرامه الجزائر، ساعيد ساعيد مشاعر الجزائر الى مكانتها بين الامم والخرطي وراه في الفعل في التيره مكاش، اصبحنا مهزله في العالم، رانا نزاحموا السوريين ونزاحموا العراقيين في مراكز اللجوء في اوروبا، رانا نزاحموهم، هذوك عندهم حرب علنيه وحنا عندنا حرب الداخل في قلوبنا، راهي القلوب تاعنا بيتفجر، هذوك عندهم غيره احنا لداخلنا بيطردقوا. السلطات الجزائريه والسفارات اللي ظلت تعز في الناشطين في الخارج والمخابرات وكذا وكذا، ظلت تعز في الناشطين وين راحوا وشات قهوه وين كلاو وين شربوا مع من هضروا في التليفونات وكذا وكذا وكذا، ويعرفوا بلي ما كانوا والو الريح في الشبك، انه ما عندهم حتى دليل، لا عندهم لا عندهم دليل ادله او ايدي خارجيه يحط على روحها اللي قدام الناس، كاين الفيسبوك ما تحطوش ثم مدوا للناس تحط. هل ثم ما على بال يا هل ترى ما على بالكمش بلي كاين ربما اكثر من 10,000 سجين جزائري باليونان، اغلبهم اغلب هذ السجناء ما عندهمش الاوراق. القانون تاع اليونان اللي سقسيني عليها انا في تاع اليونان، القانون تاع اليونان عندك ورقه كي تدخل اليونان يسموها باليونانيه يعيطوا لها خرطيه، هذه الورقه يعطوك فيها شهر واحد، يعني ما يعرفوها كاع خاوتي اللي فاتوا اليونان الحراقه، عندك شهر في خلال هذا الشهر تخلي التراب اليوناني، تخرج ربي سهل عليك، روح ارجع للترك، روح ادخل بلغاريا، روح ادخل على مونتينيغرو، روح للمقدونيا، ربي سهل عليك وين تروح، ما تقعدش في بلادك، خاطر كي تموت هذاك الشهر ويحكموك في اليونان سواء نبداها من 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 إديرنا من من, من أثينا كاع ولا في الجزر الى تيسالونيك الى الحدود، اذا حكموك عندك سجن مدته تتراوح ما بين 6 شهور عام. كاين اللي نساوه اليونانيين عندهم هذه القوانين، كاين اللي يدخل الحبس راه قاعد ثم تخلص عليه في الحبس، تكمل عليه في الحبس عامين تا ديبو توزعك. يا هل ترى المسؤولين الجزائريين ما على بالهمش بلي اولاد الشعب راهم في السجون تاع اليونان؟ لما تدخلش الدبلوماسيه الجزائريه، الدبلوماسيه الجزائريه غير بوتفليقه بعث برقيه للشواذ تاع امريكا، بوتفليقه بعث برقيه لترامب، ما تبعتوش برقيه للسلطات اليونانيه من اجل اخلاء سبيل هذوك الشباب، ما تبعتوش برقيات لهذو الناس،
ما تبعثوش برقيات المسؤولين في اليونان باللي كاين شباب من الشباب ما عندهم جرائم يخلو سبيلهم، ولا على الاقل راهم في الحبس خيمه اللي يقعدوا في الحبس كي لقاش ما يردوهمش ردوه جيبوه ويعاود يجرب على طريق واحد اخر. ما على بالكمش بلي نتوما سبب هذا الناس اللي خرجت 10 ملايين جزائري مهاجر، تصدق او لا تصدق، بلد المليون ونصف شهيد ربي يرحمهم، هاجر منها 10 مرات تقريبا او 7 مرات من نسبة الشهداء ربي يرحمهم. 7 ملايين في فرنسا، 5 بكوارتهم، وعشرة واثنين مليون في وضعية مكاش الريح برك. وناهيك عن الدول الأخرى، تروح للسيشل تلقاهم، تروح لليزوتو تلقاهم، وين تروح تلقاهم. ومازال بعض الشرطة كي يخرجوا خاوتهم يطالبوا بأبسط الحقوق، أبسط الحقوق، يدير وقفة سلمية على جال الماء، ماهوش يدير وقفة سلمية يقول يسقط النظام ولا كذا ولا حلف الناطو ولا مش عارف الاستقرار الوطني، يقول لك من أجل الماء. في 2017 في كوت ديفوار وما صرات، في الصومال وما صرات، وقفة سلمية من أجل الماء، وقفة سلمية من أجل الكهرباء. شوفوا خاوتكم ساكن في الصحاري كي راه صاري لهم، روحوا شوفوا. شنو نبلوكو هذا روحوا شوفوا خاوتكم في أضرار كي راهم يعانوا مساكين من قطاع الكهرباء. وفي الصيف، في الصيف تلحق 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 قريب 60 دوغري وقاطعين عليهم التريسينتي، يشربوا في الماء يطبخ. ماكمش عارفين الجزائر العميقة واش فيها، انكم عايشين في كليب ديبان، ماكمش عارفين معاناة خاوتنا في الصحراء، راكم عايشين طاقير واحكم في موريتي وفي لي كل زوتيل سون ايطوال. كوراكم عارفين هاد الناس كي راهي تعاني، وتحسوا واش رانا علاش رانا نهضروا. لو كان صبنا حنا نخبة، نخبة اللي تكلم على الشعب، ماشي نخبة اللي تدير في لي زافير، نخبة اللي تكلم على الشعب، ماشي نخبة اللي تدي في تشيبا باش تسكت تبلع فمها. كوما راناش نهضروا، لو كان صبنا برلمان شرعي جاء باختيار الشعب ويتكلم ويدافع على الشعب ويدافع على كل الشعب، حتى الجيش يدافع عليه، حتى وزير الدفاع يقعده، وزير الدفاع يجيبها يحطها في البرلمان ويسأل حتى على الميزانية تاع الجيش اللي راهم ينهبوا فيها، اللي راهم يعيشين بها ولاد دي جينيرو في المالديف وفي الجزر تاع غوادلوب وفي في الماريكان ونيويورك. والجندي دمر له، الجندي دمر له الاخر تقول لي لا ما تهضرش على العسكر، ما تدخلش في العسكر. الجندي دمر له كورنيت باف، الميزانية خير ربي، الميزانية 200% تاع المدخول الجزائر ميزانية العسكر. كي تشوفها تقول عسكري راه عايش لابيل في، روح شوف العسكري مسكين، روح شوفه، روح شوف واش ياكل، روح شوف واش يشرب، روح شوف الخلصة تاعو، روح شوف هادشي، روح شوف لابريم دو ريسك تاعه، روح شوف بريم دو سولي اللي عايشين في الصحراء هذو، روح شوفهم وقارنهم بالبيجي. البيجي يروح لولاد القايد صالح، ولاد شريف عبد الرزاق، ولاد التوفيق، ولاد فلان، ولاد فلان، هذولا عايشين بالبيجي تاع العسكر. الجندي والله ما طار لها 0.0001 من هذا البيجي، يسمع به مسكين، يسمع به برك وعسينا. هاكما قرزطلا هاكما عسينا عسينا مسكين. العسكري به قصل مسكين، يكتب ورقة ومريسكي بحياته، مريسكي بعمره، بيكتب لك ورقة أمير دي معقابهم وروح يمسح مسكين الكونفرساسيون، به وصل يكتب حتى مسكين راه شاد في قلبه وراه ساكت وراه يكبت فيها، خرجها في ورقة كتبها في ورقة بدلا من أن يدير حاجة واحدة أخرى. وانا نحييه لأنهم هذوك رجال ويحبوا بلادهم، هذوك رجال ويحبوا بلادهم ويعرفوا الحقيقة. من يساندك ليعرف الحقيقة ولك تكتب فيه، لأنهم يعيشوا هذاك الشيء وراهم يشوفوا فيه بعينهم.
ربي يفرج على خاوتنا اينما كانوا، وربي يحفظ خاوتنا وين ما كانوا. تحياتي لخاوتنا الزواولة، وربي يفرج ان شاء الله، ومهما كان ربي يفرج ان شاء الله. احنا معركتنا معركة تحرير الوعي، ومعركتنا سلمية مع هذا النظام، لان العنف لا يخدم الا النظام، والنظام يموت على هذه اللغات العنف وكذا. احنا مسالمين سلميين، رانا عقابهم سلميين حتى اللي يفرج الله. وتحياتي لخاوتنا في الجيش، وخاوتنا الشرفاء في الدرك وفي الشرطة وفي كل القطاعات وفي الجمارك وفي اي الشرفاء اينما كانوا، في العدل وين ما كانوا، تحياتنا لهم. وان شاء الله رانا عقابهم حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، والموت والحياة بيد الله سبحانه عز وجل. وما اصابك ما كان ليخطئك، وما اخطاك ما كان ليصيبك، ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تحياتي لكم خوتي، وبارك الله فيكم، وتفرج ان شاء الله باذن الله مهما كان تفرج. السلام عليكم.